مرحبا يا اخوي. عايشك ربي يفضلك يسترك. باش نحكيو على عندك اشكاليه بخصوص ولدك، ولدك في الحبس اليوم ومريض. فسرنا اول حاجه علاش ولدك في الحبس وشني الظروف نتاعو. ولدي معناتها يمكن من الظروف الاجتماعيه، معناتها كظروف يعني يمكنش ما وفرتش ليه برشا حاجات، كان يعمل تكوين وكل. تعدى نهار هو واحد صاحبه ولا كيفاش، يمكن سرقوا تليفون ولا خطفوه، شدته العدليه نتاع في تونس في حي النصر، وقفوه الطفل فهمني. التوقيف هذاك حطوا له برشا دوسيات برشا قضايا، مسكين هذاك هو يعدي في الحبس وعنده 7 أشهر ومريض، ولدي مريض باش يموت اكيد. انا عارف روحي باش نخرجوا ميت من الحبس، معناتها مشيت وغاديك نلقاه في حاله لا يرثي لها، سقيه من فوق ماده وجهه ويديه حبوب، شكيت جريت ما عنديش حتى لشكون نمشي. عملت تليفوني معبي بالمساجات لجعفر القاسمي للبرشا صحافيين القيس سعيد مش القصر، والله اعلم شنو باش نعمل، وانا ظروفي تحت 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 الصفر. اخر مره زرت وقت شنو بالضبط فهم؟ نهار الخميس اللي فات زرت. واش قال لك؟ قال لي بابا راني تعب، قال لي بابا راني على الاخر من ما لا ياكل لا حتى شيء. ولدي ما عادش ما نشوف. عنده مرض قبل؟ لا صح ستار ما عندوش حتى شيء. اما هو معناتها العمل اللي عملها صحيح، يمكن ما نقولش ولدي ملاك عمل، اما على الاقل معناتها عقوبه مش العقوبه هذه نتاع واحد اول مره في الحبس وصغير فهمني. قداش عمره اليوم؟ عمره 20 سنه. تو موقوف عنده 7 شهور هكا؟ موقوف عنده 7 شهور تو، وولدي تعب. انا عارف روحي واكيد يمكن الله ورسوله اعلم معناتها قضاء وقدر، اما انا يمكن نشوف ولدي باش نخرجه ميت من الحبس. شمتولي فيه ولدي الله اعلم علاش، ما نعرفش صغير تعذب في الحبس وكا وتعذب هو تعذب غادي كون تعذبت لهنا، وليت مرتين شربت دواء ما متش، هبطت شرب بورقيبه باش نعمل حكايه ما لقيت حتى شيء تو، ما نعرفش. نحب نقابل قيس سعيد، نحب نتصل بجعفر القاسمي، تليفوني معبي بالمساجات جعفر القاسمي ما تحصلش عليه. وانا تو خرج هو خرجوه من الحبس للسبيطار ولا؟ لا داو يداو فيه غادي في السبيطار. اخر مره الجمعه اللي فاتت عملت مطلب لهنا في اداره السجون والاصلاح في تونس العاصمه، قالوا لي باهي تو نكلموا واحد وهاني تويكا ماشي لتونس ماشي لهم باش نشوفوا اش عملوا اش ما عملوش الولد. ما نعرفش عملوا. فسر لي بالضبط شنو اللي على بدنه، شنو شفت انت؟ ساقيه من فوق وفيه الحبوب بالماده، يديه هذه كلها حبوب وماده كيف كيف، عينيه محوقه ضعف خلاص معناتها كان ضعف 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 على الاخر وعينيه محوقه. نشوف فيها ما نعرفش. انا نداء لسيد الرئيس نقول له اخويا تلفت لي راني نسكن في المنيل، يعني راني مواطن ازول مواطن كنت في تونس، راني ازول مواطن في تونس ما لقيتش. عملت له محامي؟ نعم عملت له محامي ثم شكون رفع لي بليش الله يرحم والدي الله ينوب عليه وان شاء الله. جلسة الأولى ولا من بعد؟ رفعت عليه جلستين في الاستئناف وفي الابتدائي. تو حكم نهائي؟ حكم نهائي مازالت عنده قضية لبرا، تو تحكم عنده حكم بعام عام ونص وزاد مازالت عنده قضية لبرا، ما نعرفش القضية لبرا. قضية أخرى معناها؟ قضية أخرى. شو معنى القضية لبرا؟ برشا قضايا لفقوهم له ولدي، زاد مجهول لفقهم كل الولدي أنا، يعني. شد في حي النصر. لفقوا له برشا قضايا، يمشي له غادي الحبس يقول له بابا راني صحيح غلطت، راني ما عملتش، راني بابا صحيح سامحني، انا راني ما عملتش، هذوما كره ما عملتهمش. قال لي لا معناتها اول مره، هو حتى كي شدوه معناتها اللي عنده فلوس، اللي عنده بورتابل، اللي عنده في شورت وش لك وخلوه كاكا معناتها شر ولا قداش واحد يعني ما ظروف في تونس برشا ما ظروف تعبه برشا برشا. مرتين انا ننتحر مرتين حر وما نشجعوش حاجه ما نشجعوش باش نقول لك كان انت قبل ما لاحظتش عليه قبل ما يتشد تويكا ولدك ما لاحظتش عليه سلوكه منحرف شويه؟ لا يمكن لاحظت، اما خاطر بحكم هو يجيني نخدم انا بالليل، انا نخدم بالليل في الكيوسك، نخدم في الليل بالكيوسك باش انا ما نقعد خاطر ما نمشيش نقعد مع اولادي في الدار، ما نقعدش مع مرتي انا في الدار. بحكمه هو معناتها 20 سنه وكل صحيح يمكن لاحظت عليه، لاحظت عليه يتكيف دخان عادي، يجيني يقول لي بابا مثلا اعطيني كذا كذا، تضربني المراه تقول لي منير روح حسام تو ما روحش، روح تو ما روحش، كل ما بالتليفون يقول لي لا بابا هاني مروح، انا كنت مع صاحبي هاني مروح، يقول نعس معناته من بعيد هكا غروا بيا اولاد الحرام على حكايه الحرقه والكل باش يحرق باش كذا، وهو يمكن شي غلط صحيح دفعوا شيطان وعمل. انت قصرت هاني ممكن ديما تخدم في الليل زاد ولا صغار تربيه صغار مش ساهل الحكم ما نخدم بالليل صحيح، خاطر ما نجمش انا بنتي صبيه وولدي راجل ما نجمش نبات بالليل فصل ولا بيت واحده انا عندي نحكي معناتها عندك بيت واحده غرفه واحده؟ بيت واحدة على عندي ما عنديش أنا ثم اللي يعاونني ثم شكون اللي يعاونوني فهمت ما عنديش لا بيت نوم لا عندي معناتها كوجينة لا عندي بيت بان ولا عندي لا عندي ما عندي حتى شيء ومعناته حبيت العباد تجي تشوفني وكذا واحد وما الله غالب ومرتك ما تعاونش ولا مريضة؟ مرتي مريضة
مرتي عندها زاد المراره زاد من عام الاول تمشي وتجي ساعات يشدها كريز وزيد معناتها على اول المره تاع ولدها تو في الحبس زاد تمرض هي في الدار وانا هاني هايم معناتها نخدم بالليل انا ما نروحش نهبط مره نمشي لافيني مره نجي لهنا مره نمشي في الخضرة مره ما لقيتش حتى حل ما لقيتش حتى وين نمشي. يعني انت اليوم من نهار الاخر زياره ليه تاثرت شفت وضع صح ما عملتش اجراءات مباشره مع اداره السجن؟ عملت زياره مباشره مع اداره السجن قالوا لي ولدك راهو هو وقت يمكن شي مريض ما حبوش يقابلوه مباشره ما قالوا لي راهو معاقب زيد جمعه اخرى واعمل مطلب واجي قابل ولدك مباشر ما قابلتوش مباشر وما نجمش حتى نقابله مباشر. علاش؟ ما نجمش ما تشوفيه ما نجمش لا معناتها باش بوس ولدك ولا باش تحمله ولا كذا مريض هكاك ما نجمش نروح نمشي الحبس نمشي غاديك نزوره ونروح نبكي نهار كامل. بالك من الحبس من بالك من وسخ ولا حاجه في الحبس ولا هو نورمالمون ولدي اول مره وصغير يحطوه مع الصغار فهمني هما لا حطوه لي في بلاصه دي اسمها الهاش معناتها مع العباد معاوده يعني حتى من الكلام ياخو كلام اخر نتاع ناس اخرى يقولوا احنا مستانس بالدومان هذا فهمني خبره هو ولدي معناتها صغير في كلمه تهزها وكلمه تجيبه في ساعه كلمه تهزها وكلمه تجيبه فهمني مش نادم غادي من نادم كل ما طلع لي يقول لي بابا قبل كل شيء يقول لي بابا سامحني ومن بعد يقول لي ما قلت له حسين ما تملومكش يعني الله غلط هاك خلص قال لي هو قال لي ما تعملش محامي ويبعث لي حتى مع العباد كيف دخل في الحبس ويخرج يقول له تمشي لبابا يقول له ما تعملش محامي معناتها فهمت وانا ظروفي تحت الصفر معناتها لازمك محامي جريت ما لقيتش حتى الله يفرج عليك ما لقيتش حتى حل الوحيد كوني نموت نرتاح مع البلاد هذه يدفع عليك ما لقيتش حتى حل لولدي ولا عائلتي حتى عائلتي بابا مريض في تركينا مسن معناتها غدو يموت بعد غدو يموت اليوم الاعمار بيد الله فهمني ما عندناش حتى شيء دارنا الكل معناتها تطلي عليا غادي في الدار تشوفي حالتي كيفاش تقولي ايش فيك اخي هذه في تونس احنا عايشين ما عنديش حتى حل انت عندك خواتك عندي اخواتي معرسين بنات وعندي اختي الكبيره ما عرستش ما حبش تعرس على خاطري انا قالت لك ما نعرسش نخلي منيرة في الحالة هذه فهمني مع باباك عندك معناها بابا عندي هاي بابا عندي ولازم زوم ذات عندي كبار بابا وامي هذه كل في كيفاش اذا عندكم اكثر من بيت لا انا اللوطه دارنا ساكنين اللوطه وعندي خويا كان باش يعرس عنده تو حكايه 4 سنين بطل العرس عطاني الزوز بيوت اللي صبهم عطاهم لي انا قال لي ما تبقاش كاري وكل سكنت فيهم كل مره نعمل حاجه معناتها عملت بيت مش ما لقيتش حل لا باب لا عندي لا شباك لا بيت نوم ما عنديش حل الحق ما عندكش لا باب والله ما عندي شيء انا كان تجيني معناتها اللي جاني يشوفوها تو يشوفوا كيفاش الحاله اللي انا فيها فهمني شوفوا الحاله اللي انا فيها ما انت ما لازمكش تكون مأيس خاطر تاعك عاود كلمه الانتحار هذه كلمه ما لازمش تعاود ترجع في مخك والدنيا كل حاجه عندها حل شنو هي اليوم مطالبك انت ربما كي توجهها المسؤولين اللي تحب عليه المسؤولين يجوني يشوفوا لي حالتي في الدار اول حاجه ويعاونوني معناتها راهي ظروفي ما قلت ظروفي تعبه 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 على الاخر وزيد معناتها حكايه ولدي هذه زادت اثرت فيا واثرت في مرتي واثرت في العائله وكل معناتها وليت نمشي هايم انا نخدم بالليل ما نروحش للدار مرتي ما نقابلهاش مرتي ما نقابلهاش حتى نهار باش نقابل مرتي نلقاها مريضه مثلا ما نقابلهاش مرتي وعندي انا محامي اللي تعاون فيا هذه ما نعرفش كيفاش باش تبرع عليها ما نعرفش كان نقول يقتل روحك ما نعرفش باش نتبرع عليها محامي وقفت معاك على ولدك وقفت معايا على ولدي ما طيحت لها برشا في الحكم وتو ديجا قالت لي غدوه نمشي نزوره في الحبس غادي نشوف شنو هي الحكايه مرض وضعيش كيفاش قالت لي غدوه نطلع له للحبس ونزوره قلت لها تمشي غادي ما نعرفش باك يعمل خير نذكروها مش مشكل شو اسمها دليله مراد واقفه معاك وحدها واقفه معايا وحدها الله يسهل لها الدنيا واخر ان شاء الله يا رب تنحي من عندي انا وتعطيها هي فهم ما لقيتش حتى باب باش نمشي ندق قلت لك طب ليه معبي حتى كان من مساجات جعفر القياس ما تحصلش ما نجمش تحصل علي تحب توصل صوتك للاعلام للاعلام فهمني وصي بعثت لجعفر القياس في فركس مشيت للشرقيه مشيت للمحمديه تو هاني ندور لهنا في وسط البلاد نخمم في مخي بكري نمشي لافيني شو نعمل شكون باش يسمعك ما يسمعك حتى واحد فهمني اي مدام المحاميش نمشي له بكت الخرق تمشي له نهار الخميس قالت لي غدوه على ثلاثة قالت لي غدوه نطلع له نمشي له للحبس غاديك ونشوف ولدي مريض تعب 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 نحسه باش يخرج لي مريض في صندوق نحسه ولدي باش يخرج لي في صندوق من كثر معناتها ما شفت وجهه هكاك ولمحاته وعينيه بيتنا ولا يمشي معناتها بساقيه على الاخر
سقيه وراها لي المره اخرى من البلار سقيه منفوخ وهذه هاك كعبوره ماده عليه يا رسول الله في فاهم مع تحت اخويا ما هو اول مره وصغير حسيته شد الحبس عدى اخويا اثروا الاخر وما عرفش كيفاش مو زيد تحطه مع بيض اخرى معناتها مساسه بالحبس زيد يعبوا له مخه وزيد يعرموا برشا حاجات واحد عليه من قضيه ولا زوز لفقوا له ما عرفش من قضيه عليه ربي يفرجك عايشك يرحم والديك اختي عايشك.